ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هبه. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي اول زرار علشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار. النهارده هنعمل اكله سهله جدا جدا وطعمها حلو قوي. انا بستخدمها بصراحه لما ببقى مستعجله، ما بتاخدش معايا تلت ساعه. هنعمل رز بالكبد، كبد الفراخ. هنعملها بطريقه حلوه بجد، يعني اي حد ما بيحبهاش بيحبها لما بيجربها بالطريقه دي. دلوقتي احنا هنغسل بقى الفراخ، وعلشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره خالص خالص، لان معظم الناس ما بتحبهاش عشان بيبقى الكبده بتبقى زفره، تمام؟ ولا بقى لبن، ولا تحطيها في ميه متلجه، ولا الكلام ده خالص. بعد ما بتتغسل بنعصر عليها ليمونه بس كده، وما بنشطفهاش، ما بنشطفهاش من الليمون، هي الليمونه بتتعصر عليها وخلاص. انا دلوقتي هعصر الليمونه وهحطها في الفريزر قبل ما اقطعها عشان تبقى متماسكه وتتقطع مكعبات كده صغيره وتبقى سهله ويبقى شكلها كمان حلو، تمام؟ يلا بينا. بصوا بقى ابيضت ازاي، الليمون بيخليها فاتحه كده وشكلها حلو قوي ولونها جميل. دلوقتي بقى هنحطها في الفريزر و لما تجمد شويه علشان اعرف اقطعها. عايزه اقول لكم ان انت الكبده لازم تعمليها اليوم اللي هتجيبيها فيه، لان لو دخلت الفريزر بجد طعمها بيتغير، بيبقى طعمها مش حلو خالص ومرر. انا عارفه ان دي تريكات بسيطه جدا وممكن كتير قوي عارفها، بس اللي ما بياكلش الكبده بيبقى هو ده السبب ان بتبقى مرره او بتبقى زفره. فانت لو مشيتي على التريكات دي هتعجبك جدا. يلا بينا بقى نحطها في الفريزر. بصوا بقى ده شكل الكبده بعد ما قطعتها، تمام. هنا بقى في حله حطيت سمنه، حاجه بسيطه كده، واحط فلفل رومي مع فلفل حامي. واحط برضو على الرز فلفل رومي وفلفل حامي، بيدي طعم الرز حلو جدا. نبتدي بقى نحط الكبده. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود بس، ولا اي توابل تانية. بصوا الكبده اهي، وابتدي بقى اعمل الرز. حط سمنه وفلفل برضو رومي على حامي. بعد كده نحط الرز، هيبقى رز ابيض عادي ملح بس، مش هحط فلفل اسود، تمام. والاثنين هيخلصوا في نفس الوقت. حطينا السمنه اهي، نبتدي بقى نحط الفلفل. وانا دلوقتي حطيت الرز، الملح، بجد الفلفل بيخلي الرز طعمه حلو جدا. ونحط ميه عادي، عايزه تحطي شوربه حطي لو عندك، بس انا بحب الرز بالميه اكتر. هنسيبه بقى ربع ساعه وهيكون كده الكبده استوت، عشان الكبده ما بتاخدش وقت، وبرده هيبقى الرز استوى. بصوا بقى شكل الرز حلو ازاي، والكبد كمان استوت، شايفين شكلها؟ هحطها بقى في الطبق واوريكم شكلها. هنا بقى بعد ما حطيت الرز وحطيت الكبده، بصوا شكلها حلو جدا وريحتها تحفه بجد، هتعملوها هتعجبكم قوي. وده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.